لاحظ الآن عزيزي الطالب، سأقوم الآن بكتابة كود بسيط جدا يقوم بعملية حساب الكوساين similarity between document 1 و document 2. طبعا للسرعة الآن هذا ال document 1، هاي الفيكتور اللي نقلناها اللي اشتغلنا فيها قبل شوي، اللي هي التيرم فريكوينسي فيكتور، وهاي بالنسبة ل D2. وطبعا في الأعلى عملنا امبورت للدوت برودكت وامبورت للنورم حتى نحسب الدوت ونحسب النورم. فالآن بدي أعرف متغير يقوم بعملية حساب الدوت برودكت بين D1 و D2. خلنا نسميه دوت D1 D2 D1 D2 يساوي، فقط بس تكتب دوت وبتعطيه D1 كوما D2. هذا الآن يقوم بعملية ضرب الدوت برودكت بين D1 D2. لو الآن بدي أعمل عملية طباعة للنتيجة print dot d1 d2 كما ترون. الآن لو بدي أعمل run مش عارف الجواب بجوز كان 25، مش ذاكر. نعم الجواب كان هيو في الأسفل 25، بس خلنا نرتب النتائج dot ل document 1 كوما document 2 بهذه الصورة. نحط نقطتين هون، ولو حطينا الآن مسكرناش هكذا، والآن نرى النتيجة مرة أخرى. هيلاحظ في أسفل الشاشة كتب لي دوت D1 D2 اللي هو 25. خلينا نحول إلى مساواة. الآن خلينا نحسب النورم أو اللينث ل D1. لينث نكتب لينث أو اسم متغير خاص ب D1 هو يساوي، شوف ما أسهل البايثون، بس أكتب نورم إلى D1 بس. والآن لو بدنا الآن نوريك النتيجة هنا، هاي كوبي وهاي برنت، وهون خلينا نكتب نورم اللي هو اللي خاص بمين، بدي 1، ونكتب هنا الفاريبل هو length d1. ولن نقوم بعملية الرن مرة ثانية بس حتى نرى النتيجة. نعم أعطاني الجواب الدوت قلنا 25 والنورم 6.48. هل الآن إذا بدنا نعمل فورماتنج بحيث النتيجة تظهر بشكل آخر، نضع هنا، بتذكر علمناكم كيف نعمل فورمات نقطتين بس إن شاء الله يكون صحيح هذا ال، وبعدين هنا بدي أكتب دوت هنا فورمات، بتذكر نعم صحيح فورمات إلى قط، وهذه هون بيست، وأتوقع الآن هكذا سنرى النتيجة في منزلتين لأرى هل في أخطاء أو لا. نعم هاي بالأسفل أسفل الشاشة أعطاني 6.48.
هلا بالنسبة للنورماليزيشن، آسف، النورم لل أو اللينث للفيكتور الثاني اللي هو اللي خاص بدي أسميه D2، وهنا D2، وهاي الآن بدنا ننسخها ونكتب الآن نورم إلى D2، وهنا D2. فالآن أصبح عندي الدوت برودكت جاهز، واللينك D1 جاهز، اللينك D2 جاهز، ونرى النتيجة. نعم، 25 و 6.48 و 4.12. الآن آخر شيء بدنا نحسب الكوساين سيميلاريتي، خلينا نسميه كوساين سيم، طبعا يساوي، هو عبارة عن دوت D1 D2 تقسيم لينكث D1 ضرب لينكث D2. هذا هو القانون. وخلنا الآن في النهاية أحسب أطبع النتيجة. طبعا هو في فانكشن جاهز مباشرة بيعطينا الكوساين سيميلاريتي، بس أنا حبيت أعمل لك إياها بالطريقة العادية التقليدية. وهون خلينا نحسب، نكتب هنا الكوساين سيميلاريتي بين دوكيمنت 1 وفاصل دوكيمنت 2، وهنا كوبي نحطه هون في النتيجة. وهنا بدنا قوس أكيد، وخلنا نرتب المساواة تكون كلها فوق بعضها البعض. والآن سنرى النتيجة. نعم، لاحظ أن الكوساين طلع بالأخير النتيجة هون أن الكوساين سيميلاريتي هو 94%، وهو قريب تقريبا إلى الواحد. معناها تقريبا هناك اختلاف كبير بين دوكيمنت 1 ودوكيمنت 2. أنت من خلال هذا الكود بإمكانك تقوم بالحساب اليدوي بين دوكيمنت 1 ودوكيمنت 3 وتطبقه على البرنامج اللي أمامك وترى النتيجة. إلى هنا أعزائي الطلبة، أستودعكم الله، على أمل أن نلتقي في محاضرة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.